علينا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغازو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد مساء الخير يا أطفال. وش راكم؟ اليوم راكم في حصتنا مع عمو يزيد. كلمناكم باش تحضروا معنا وانتم تاني يا أطفال راكم تشاهدوا فينا. إلا حبيتوا تجوا تفرحوا معنا كما هاد الأطفال هادو ما عليكم إلا توجهوا لموقع الإنترنت عمو يزيد.com بالشكل التالي. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمو يزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني مرحبا بك برك يا أطفال لما تشاركوا باش تحضروا لازم شوية على الصبر لأنه تسجيلات كثيرة وعمو يزيد حب يستضيفكم كامل إذن شوية على الصبر كما لاحظتوا راهم معنا زملاء بزي معين هاد الزي نحبوا بزاف هاد الزي علاش راهم معنا هاد الزملاء هادو بمناسبة أي مناسبة واسمك وليدي بالعربي رضوان وين تسكن رضوان؟ في لاسيتي في مفتاح في مفتاح من أي فوج أنتوما؟ بنو باديس فوج بنو باديس علاش رانا هنا؟ نسبة لي؟ اليوم الكشاف اليوم العالمي للكشاف برافو شكون يقدر يقول لي شكون يأسس الكشافة عالميا؟ في العالم شكون مؤسس الكشافة؟ شكون اللي يعرف؟ تعرفيه؟ واسمك بنتي؟ دعاء دعاء واسمه مؤسس الكشافة؟ بادن باوي بادن باول برافو 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 إذن لورد روبرت بادن باول هو مؤسس الكشافة قبل ما نتعرفوا على هذه الشخصية عندي مفاجأة لكم راح نطرح عليكم لغز اليوم لغز اليوم يقول تحبوا الألغاز؟ إذن لغز اليوم يقول شيء مولود في النار وإذا عاد إليها ينهار وعيد اللغز شيء مولود في النار وإذا عاد إليها انهار يا أخي صعب شوية معلش فكروا إلى غاية نهاية الحصة أنتم والأطفال لم يشاهدوا فينا يقدروا يشاركوا في الإجابة عن اللغز بالطريقة التالية أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل اكتب عمو يزيد.com اضغط على زرار جاوب على اللغز املأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل 15 سنة في خدمتكم اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة مبروك عليك الهدية يا أطفال كما تكلمنا من قبيل على مؤسس الكشافة لورد روبرت بادن باول واش رايكم نروحوا نتعرفوا عليه مع يوسف يلا تفضل يوسف تفضل يوسف مساء الخير يا أطفال بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم اليوم سأعرفكم بأحد مؤسسي الحركة الكشفية في العالم ألا وهو روبرت ستيفن سميث بادن باول ولد في 22 جانفي 1857 كما توفي والده وقت كان في الثالثة من عمره ولم يترك شيئا لعائلته تلقى دروسه الأولى من والدته ثم التحق بعد ذلك بمدرسة روزي بويلز ثم حصل على منحة لمدرسة شارتر هاوس التي كانت في لندن سرعان ما انتقل إلى مقاطعة سوري من إنجلترا إلى الريف أتته فرصة ليكون قريبا من أحضان الطبيعة التي أصبح لها تأثير عظيم في حياته وكان يحب المغامرات وروح الاستكشاف وأجرى اللورد بادن باول امتحان دخول الجيش بدون علم أهله نجح بتفوق فعين فورا برتبة ضابط وبرهن على أنه جندي لامع سرعان ما أحدث نجاحا كبيرا في مجاله العسكري قام اللورد بادن باول باستخدام الأطفال كوسيلة مهمة للتواصل
مع أفراد الجيش لكي لا تحدث أي جوسسة خلال الحرب. عند عودته إلى بريطانيا اندهش، لأن الفتيان كانوا يقبلون على شراء كتابه، وأطلقوا على أنفسهم اسم فتيان الكشاف، ولذلك شكلوا جماعات صغيرة لممارسة الكشفية. ونتيجة لذلك قرر بأن يعيد النظر إلى الكتيب ليجعله أكثر ملائمة للشباب. وفي صيف 1907 كان مستعدا لوضع أفكاره موضع التجربة. أقام مع مجموعة من مساعدي الكبار مخيما في جزيرة براونز دوريت. وفي عام 1920 أصبح في أول مهرجان كشفي دولي قائد كشافة العالم. توفي عام 1941 وكان عمره 83 سنة. برافو 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 برافو. شكرا يوسف. شكرا 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 يوسف. شكرا 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 يا أطفال. يوسف من فوج. فوج من فوج الكشاف لعبد الحميد بن باديس بمفتاح. برافو بمفتاح. كاين واحد الفوج، فوج مشعل الكشاف من برج الكيفان، اتصلوا بيا حبوا يديروا حبوا يجوا يتكلموا معنا. إذن حبيتكم تستضيفوهم معايا. تفضلي تفضلي بنتي، تفضلي تعالي تعالي أروحي بنتي. مشي عندك زميل ولا زميلة ومعك هنا؟ نعم. واسمه؟ يوسف. يوسف تعال يوسف تعال تعال يوسف اقعد. شحال في عمرك يوسف؟ 7 سنين. حبيت تقعد صغير ولا حبيت تكبر؟ حبيت نكبر. حبيت تكبر بالخف؟ ها عباكم الدراري كي يكونوا صغار يحبوا يكبروا، ومن بعد كي تكبروا تحبوا تقعدوا صغار بصح خلاص. واسمك بنتي؟ أنا الزهرة بروك سارة من فوج مشعل الكشاف بن زرقا دون برج الكيفان. الله يبارك الله يبارك. وش جبتي معك زهرة؟ نحن كفتيات الفوج قررنا بأن نوجدوا لك هذه الشهادات باش نكرموك على كل الأنشطة اللي شاركناها معك، وخاصة الأنشطة اللي شاركناها معك في رمضان. الله يبارك الله يبارك بنتي. وري لهم هذه الشهادات وش فيهم؟ وري لهم. وصلني نعاونك. فوالا واش هو؟ اسنان. نوروا لهم كاع يشوفوا معنا. فوالا تكريم. شكرا شكرا بنتي. شفتي يا اطفال شحال جميل. برافو برافو. والاخر واشن نحتفظ به؟ نعم. شكرا. نعطوه البوبي يخبيه هنا، خبيه هنا في المنزل. جميل 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 جدا. جميل 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 جدا. هذه رسالة شكر، تقرايها لنا بنتي؟ يلا رسالة شكر. شكرا. قرايها لنا بنتي. الكشافة الإسلامية الجزائرية، محافظة الولائية لولاية الجزائر، فوج مشعل الكشاف، حي بن زرقا بالدوم، برج الكيفان. رسالة شكر. نحن أطفال فوج مشعل الكشاف بن زرقا الدوم برج الكيفان نتقدم باسم آيات شكر وتقدير إلى السيد عمو يزيد، ونطلق عليه اسم ملك القلوب الصغيرة، وذلك عرفنا منا على بذل مجهوداته لنشر السلم والسلام في وسط أطفال والمجتمع، ونبذ كافة العنف والاستغلال. وفي الأخير نتمنى من كل قلوبنا مزيد من النجاحات والرقى. برافو 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 برافو. تصفيقة 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 على زهرة. برافو. إذن شكرا جزيلا لفوج مشعل الكشاف، يعطيكم الصحة على هذه الالتفاتة هذه اللي عمو يزيد تلقاها بكل فرح وسرور وأطرت فيها جدا. هذا اللقب ملك قلوب الأطفال. أنتم تاني أطفال ملكتوا قلب عمو يزيد، يحبكم بزاف. إذن يعطيكم الصحة وتحياتي لكل زملائكم. يا أخي يلا التحقوا بالأماكن تاعكم. أنا نعطيها البوبي هذه يخبيها لي. يا أطفال
عبالكم عمو يزيد اليوم اختاركم أغنية، أغنية مش بعيدة على الزي، يعني كاين أجهزة الأمن عندهم زي رسمي يا أخي. شكون جهاز الأمن اللي دائما هو في خدمة المواطن ودائما قريب من المواطن ودائما لما نحتاجوه نصيبوه عنده زي رسمي؟ شكون؟ شكون يقدر يقول لي؟ واسمك وليدي؟ يوسف. يوسف، نعرفوك يوسف. واش هو؟ الحماية المدنية. الحماية المدنية عندهم زي رسمي. شكون تاني؟ كاين جهاز آخر؟ كاين جهاز آخر؟ الحماية المدنية. الحماية المدنية قالوها. إذن هاد الأجهزة الأمنية موجودة، هي الشرطة نسيتو الدرك الوطني اللي نحييوهم، الجمارك كذلك. ولكن اليوم عمو يزيد دار لكم أغنية على الشرطي، تغنوا كامل معايا. أنا 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 شرطي المرور، كلي كلي بهجة وسرور. يلا تغنوا معايا. أنا 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 شرطي المرور، كلي 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 بهجة وسرور. أنا 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 شرطي المرور، كلي 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 بهجة وسرور. أراقب العبور وساعد الغير مبتسم صبور. أنظم السير أراقب العبور وساعد الغير مبتسم صبور. أنا 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 شرطي المرور، كلي 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 بهجة وسرور. أحارب الإجرام وخفف الزحام وساعد الأطفال شجاع مقدام. أحارب الإجرام وخفف الزحام وساعد الأطفال شجاع مقدام. أنا 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 شرطي المرور، كلي 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 بهجة وسرور. أحفظ النظام وحارب الخيانة وأضمن الأمان. أصون الأمانة أحفظ النظام وحارب الخيانة وأضمن الأمان. أنا 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 شرطي المرور، كلي 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 بهجة وسرور. أراقب العبور وساعد الغير مبتسم صبور. أنظم السير أراقب العبور وساعد الغير مبتسم صبور. أنا 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 شرطي المرور، كلي 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 بهجة وسرور. أنا 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 شرطي المرور، كلي برافو 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 برافو. عجبتكم الأغنية يا أطفال؟ نعم. إذن لازم نسهلوا مهمة الشرطة وكاع أجهزة الأمن،
سواء الدرك الوطني ولا الجمارك ولا الحماية المدنية، لازم نسهلوا لهم المهمة تاعهم. يا أخي واش رايكم دركا نروحوا لألعاب الخفة؟ إذن راح نروحوا لألعاب الخفة، وأنا رايح نجيب المنديل. عطيني بوبي المنديل تاعي. هذا المنديل هداه لي مشعل الكشاف، رايح نلبسه باش يكون شباب كيما نتوما هكذا. اذا هذه هديه تاع مشعل الكشاف، وانا نعتز بها لان فيها الوان العلم الوطني. يا اخي اذا تصفيقه كامل على عمو ابراهيم اللي جانا من مدينه تشلف. تفضل عمو ابراهيم. السلام عليكم يا اطفال. راكم ملاح؟ نعم. ايه جاكم الساحر، وهذه المره راح يقدم لكم خدعه غريبه نوعا ما. نشوفوا مع بعض، وقبل ما نبداو راح يجي مشترك يشارك معايا لهنايا. ارواح انت. ايه تفضلي. تفضلي هنايا مع الساحر. يلا واش اسمك؟ فريال. فريال اعطونا تصفيقه حاره على فريال. فريال هكذا راهي شابه. واش عندنا لهنا؟ عندنا بليون. عندكم هذا كيما هو في الدار كاين عندكم؟ المهم ما فيه والو. فريال واش فيه لداخل؟ فيه والو. ممتاز، نبداو اللعبه. جاهزه فريال؟ يلا راكي شايفه هذه؟ ايه ديري كيما انا. بالعياليها قيسي انت فاهم. شكرا. نزيدو. اروحي فريال اروحي. مازال ما كملناش. ما عندكيش تجيب دسه فيه دراهم؟ لا ايه مش مشكلة، عندنا هنا في ودنها تانيك. هاي وحدة عندنا تان هنا. نزيدو. شوفوا واش عندنا يمنا. مرفها صديقتك. يلا نزيدو فريال. هاي الوحدة راكي شايفتها؟ هاي هاني توشيد. هاي الدور حكميها بيدك، غلطي عليها، قيسيها هنا. أوه. شكرا يا اطفال، شكرا على المشاركه فريال. شكرا 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 عمو ابراهيم. شكرا شكرا يا اطفال. عمو يزيد راح يحكي لكم حكايه. تحبوا الحكايات؟ راح يحكي لكم حكايه الحكيم والملاعق الطويله. يلا كمل معايا. يا أطفال كما وعدتكم مقبلة رح نحكي لكم حكاية الحكيم والملاعق الطويلة. واحد النهار في قديم الزمان كان واحد الحكيم قاعد هكذا في الديوان تاعه، هو حاكم وحكيم، كان قاعد هكذا. قال لهم دوك نوري لكم الناس اللي أنانيين والناس اللي مشي أنانيين، الناس اللي كرماء. قالوا له كيفاش يا حكيم راح تعرف؟ قال لهم دوك انا نوري لكم، راح ندير قصة صغيرة راح نشوفوا من خلالها شكون اللي أناني وشكون اللي كريم. قالوا له ماذا بينا نشوفوا. قال لهم دوك تشوفوا. في أول يوم عرض الناس اللي هو كان يعرفهم اللي أنانيين، دعاهم المأدوبة عشاء. قال لهم أني عرضكم غدوة العشاء. جاوا كامل العشاء، واش يدير هو؟ دار لهم حساء، ينسوب ولكن أعطاهم معالق طويلة، ولكن أعطاهم ملاعق طويلة فيها أكثر من متر. واش يديروا هما؟ كي قعدوا في الطاولة هكذا جابوا لهم الحساء والملاعق طويلة، يحاولوا باش ياكلوا هكذا ما يقدروش. دونك طيح لهم هكذا الحساء، يطيح لهم لا سوب هكذا، ما قدروش ياكلوا كامل. يحاولوا كامل هذيك الطاولة تاع الأنانيين كامل ما قدروش ياكلوا.
وانتهت المأدوبة ولا واحد كلا راحوا جيعانين كامل ما قدروش ياكلوا. من بعد هذاك الحكيم قال لهم غدوة نوري لكم الناس الكرماء. ادعى ناس آخرين لمأدوبة عشاء، قال لهم أني عرضكم غدوة العشاء. جاو كما كان الحال، دالهم حساء داني وعطاهم ملاعق طوال كيف كما هادوك. واش داروا هاد الناس الكرماء؟ في مكان ما يحاول أنه يوكل نفسه وما يقدرش، كل واحد ووكل صاحبه، كل واحد ووكل صاحبه، اللي كان مقابل صاحبه وكلوا، واللي مقابله وكلوا، وكلوا بعضهم بعض، وكامل شبعوا وراحوا شبعانين لأنهم وكلوا بعضهم بعض. عمو يزيد نستخلصوا من الحكاية أنه حب لأخيك ما تحبه لنفسك. بالضبط. برافو بوبي، برافو. بوبي جابنا حكمة جميلة. هاد الحكمة أننا في هاد الدنيا ما لازمش نكونوا أنانيين، لازم نكونوا كرماء، لازم تحب لأخيك ما تحب لنفسك. الأناني ما يكون لا هو لا صاحبه، في الاثنين راحوا جيعانين، ولكن الإنسان الكريم والإنسان السخي لما يعطي لصديقه ولا يوكل صاحبه هو تاني راح يشبع. يا أخي لازم نكونوا كرماء يا أطفال. يلا معك. إذن كما قلت لكم يا أطفال، لازم ما نكونوش أنانيين، لازم نكونوا سخاء، لازم نكونوا كرماء. يا أخي الكرم يا أطفال. واش رأيكم؟ شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي؟ شكون اللي عنده نكتة جميلة؟ تعالي بنتي روحي، تعالي أقعدي بنتي. واسمك بنتي؟ فريال. وين تسكني فريال؟ باب الواد. احكي لنا النكتة تاعك. واحد الفيل حب يتزوج بنملة، رفض النملة هنا وحط باباها منا ويماها منا، ومن بعد قال لهم إذا تقبلوا تزوجوني بنتكم، قالوا له اه، دالهم ويه، كيف قبل يقتلهم في زوج؟ دار قتلت باباها ويماها، ومن بعد قتل كاع العائلة. برافو. شكون اللي عنده نكتة جميلة؟ شكون؟ تعالي بنتي أروحي. أقعدي بنتي. واسمك؟ آية. وين تسكني آية؟ في قليعة. خيار الناس. احكي لنا النكتة تاعك بنتي. لمعلمتي أهدي حبي، كما حبتها تملأ قلبي. أمي ومعلمتي، أمي ومعلمتي. برافو. سني. أمي ومعلمتي، وأبي وين راه؟ تاني تحبيه؟ ما كاش في الأغنية ولكن تحبيه؟ هاي برافو، ما نتسوش الأب تاني. يا أخي شكون اللي عنده نكتة جميلة؟ أروحي بنتي، تعالي. واسمك بنتي؟ نوها. واسمك؟ نوها. وين تسكني نوها؟ في الحراش. خيار الناس. احكي لنا النكتة تاعك بنتي. كانت ليلى كانت تمشي، كانت راح تشري الخبز، ماذا لقاها الثعلب حاب ياكلها. ايه؟ حتى عطاها دراهم، شاف اخوها. ايه؟ قال حطيني دراهم. حتى راح شرى الحلوى وكلش، وقال لها، قالت له اعطيني، قال لها لا. انتهت الحكايه. برافو. تعالي بنتي، تعالي روحي. واسمك بنتي؟ مايا. وين تسكني مايا؟ في مفتاح. خيار الناس. احكي لنا النكته تاعك. واحد الخطره واحد العجوزه كانت رايحه للبلديه، من بعد كي وصلت البلديه قالها اللي يعمل في البلديه، قالها يما شيني لهنايا، راحت دارت له هاك. قال لها يما هناك رايحه، قالت له نعاود نولي. برافو. تعالي بنتي. اروحي بنتي. واسمك؟ ولد مخلوفي بشرى. بشرى. وين تسكني بشرى؟ في مفتاح. انتما جيتوا مع جمعيه كفل اليتيم لمفتاح؟ ها، فوج بنو باديس. بالضبط. اذا نسلموا عليهم كامل، جمعيه كفل اليتيم لمفتاح وفوج بنو باديس كذلك، تسلموا عليهم كامل بلا ما نساو فوج مشعل الكشاف تاع برج البحر. يا اخي احكي لنا النكته تاعك بنتي.
قال لك واحد النهار واحد زوج بنات كانوا رايحين يشرو بلا بيض بلا كي راحوا طاحت لهم هذيك الطفله قاعده تكسر مع هذيك الطفله طاحت لها حبه بيض قلت لها واحد الطفله اللي كانت موراهم قلت لها شتي الحبه تاع البيض تاعك قلت لها لا ما عنديش وبعد كي قلت لها قال راحت بيعت لي ما قلت لها طاطا شوفي بدات طيحت حبه بيض ما فاقتش قلت لها هكاك قلت لها بلي معليش ثاني برافو 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 يا اطفال لحقنا دركا فكرتوا في الجواب عن اللغز اذا دركا لحقنا الجواب عن اللغز اللغز اللي كان يقول شيء مولود في النار وإذا عاد إليها انهار شيء مولود في النار وإذا عاد إليها انهار شكون اللي عنده الجواب تعال أسنى نجي لعندك هلا شكرا واسمك وليدي يوسف يوسف واش هو الجواب الزجاج الزجاج شو كان عنده جواب آخر؟ الحطب الحطب إنسان وش الإنسان؟ لا لا الشيطان الشيطان لا لا الزجاج الزجاج برافو 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 تعالى إذا الجواب هو الزجاج يا أطفال الزجاج مصنوع في النار ولكن لما نعودوا نرجعوه للنار يعود يدوب يا أخي فهمتوا اللغز؟ إذن الجواب هو الزجاج دونك لو فيغ فوالا إذن يوسف عمو يزيد يهديك هدية تحب تشرب الحليب قل لي تحب تشرب الحليب؟ إذن كوب عمو يزيد وكذلك سيدي من حق الطفولة لعمو يزيد إن شاء الله يفيدك تفضل وليدي إذن يا أطفال الجواب كان الزجاج برافو برافو يوسف برافو إذن والآن عندنا عيد ميلاد حميد حميد تعال التحق بيا إحنا رايحين نغنوا له عيد ميلادك أحلى عيد وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاع حميد وإحنا نغنوا له يلا التحقوا بيا تعال حميد تعال وليدي أروح عيد ميلادك أحلى عيد ربي كتب لك عمر جديد الله يبارك فيك ويزيد وقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك فيك ويزيد وقول لك عيد ميلاد سعيد صحة وسعادة وهنا شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا نسهل امرح غني نفرح ونعيشوا احلى الاوقات نسهل امرح غني نفرح ونعيشوا احلى الاوقات هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيله وجمال هدايا يهدوله هيا نصفق ونغنيله سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة
برافو برافو برافو. إذا عمو يزيد يشعل الشمعة ونديروا درك الحساب التنازلي، العد التنازلي، 8 6 6 5 4 3 2 1. طفي الشمعة، طفي طفي طفي، برافو. تصفيقة تصفيقة تصفيقة. إذا عمو يزيد يهدي لك شهادة مشاركة في إنجاح حصة مع عمو يزيد، وأنتم كذلك يا أطفال كامل كي تخرجوا منا عندكم شهادة لكل واحد يحتفظ بها كذكرى. تفضل حميد تفضل. وكذلك كذلك بما أنك جمعت 5 قسيمات من علب حليب رامي وفزت باش تحضر معنا باش نحتفلوا بعيد ميلادك، رامي ممول الحصة وراعي الحصة يهديك هذه الهدية، تتمثل في تابلت كيدز، تابلت كيدز إن شاء الله تستفاد بها. هلا وليدي تفضل تفضل وليدي. إذا وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل نهار 3 على 5 تاع العشية على قناتكم الشروق تي في. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.